السلام عليكم. كل شعب يكون له بعض العادات والتقاليد في الزواج التي تميزه من غيره من الشعوب الأخرى، وتتميز شعوب قارة أفريقيا بوجود بعض العادات الغريبة في الزواج. والنهاردة نعود لكم في حلقتنا من قناة النجم الفضي مجموعة من أغرب وأبرز العادات والتقاليد الزوجية في بعض دول القارة السمراء، وكيف يتم الزواج في بعض القبائل الأفريقية. خليكم معنا وما تمشوش. أهلا بحضراتكم من جديد، ومعانا النهاردة أول عادة من أغرب العادات الزواج في أفريقيا، وهي تقديم طفلين قبل الزواج. تميز قبيلة النوير في جنوب السودان بأغرب عادات الزواج في أفريقيا، حيث يفرض على العروس أن يتزوجها العريس بعد أن يدفع 40 رأسا من الماشية للأسرة، ومع ذلك يجب على العروس أن تلد طفلين قبل الانتهاء من الزواج رسميا، وعند ولادة طفلها الثالث تنتهي إجراءات الزواج رسميا. وإذا لم تنجب العروس طفلين، يحق للزوج أن يطلق زوجته أو أن يتولى حضانة الطفل أو المطالبة بإعادة الماشية المدفوعة كمهر. وهدف هذه العادة أن يستمر نسب الزوج من زوجته. خطف العروس. أما في غانا ولا سيما في قبيلة فرافرا، تتميز بأغرب عادات الزواج في إفريقيا. فإذا كان شخص ما مهتما بامرأة معينة، فإن عائلة الخاطف تشرع في اختطاف السيدة ويتم احتجازها كرهينة في المنزل، وتعين رجال عليها تمنعها من الهروب، ثم تذهب عائلة الشخص الراغب في الزواج من تلك المرأة المخطوفة إلى عائلة المرأة ويحملون هدايا مثل التبق وجوز الكولا وطيور غينيا. وعند قبول ذلك العرض يذبح كلب ومعزتين وحوالي 5 من طيور غينيا وتم طيوها، ثم يتم احضارها إلى عائلة العروس احتفالا بموافقة عائلة العروس، ثم تشرع أسرة العريس على تقديم المهر لعائلة العروس. ويتكون المهر عادة من النقود وجوز الكولا وطيور غينيا وأربعة من الماشية واللحم المطبوخ الذي تجلبه عائلة الخاطف ويتخاصمه الجميع. أما في حالة رفض عائلة العروس العرض، فإن أسرة الخاطف تكرر العملية برمتها مرارا وتكرارا لإظهار مدى جدية الخاطف في الزواج من تلك العروس المخطوفة. تسمين الزوجات. تعتقد بعض القبائل في نيجيريا على أن السمنة مؤشرا رائعا على الأنوثة والجمال، لذا يتم اصطحاب الشابات التي بلغن سن البلوغ إلى غرفة من أجل زيادة وزنهن. بمجرد دخول الفتاة إلى غرفة التسمين يمنع على أفراد الأسرة والأصدقاء رؤيتها. تتلقى الفتيات محاضرات من كبار السن في المجتمع حول الآداب الاجتماعية والزوجية والثقافية. وتتغذى الفتيات بغرفة التسمين بشكل أساسي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى تسريع عملية التسمين. مع اقتراب نهاية عملية التسمين تأتي أمهات الفتيات لختان الفتيات. يعتقد أن الختان سيبقيهن مخلصان لأزواجهن. ومن أغرب عادات الزواج في أفريقيا أيضا هو بصق والد العروس على رأس العروس. في يوم الزفاف يبصق والد العروس على رأس العروس وثديها، وهذا يدل على رضا والدها عليها. كما تقوم عائلة العريس بإلقاء الشتام على مسامع العروس، حيث يعتقد أن هذا يدمر أي حظ سيء قد تواجهه في منزلها الجديد. ومن أغرب عادات الزواج في أفريقيا أيضا هي أن والدة العروس تنام معها في أول ليلة بعد الزواج. تحرص والدة العروس في عدد من القبائل في أفريقيا على النوم رفقة ابنتها المتزوجة والعريس في أول ليلة بعد الزواج. والهدف من تلك العادة هو أن تشرح والدة العروس للزوجين كيف سيقضيان حياتهما بسعادة، حيث أن السعادة هي الهدف من الزواج. إذا أعجبك الفيديو ما تبخلش علينا بسبسكرايب وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.